حسن قوم ابني، ساعة راح اصير بثمانية، يعني يومية تشلع قلبي؟ اوه يعني يومين لسه يعني هالي حكايتين. معود حسن وكيف الحال؟ شو بتتبني دروسك تبع نفسك؟ كم في الجقار والسهرات؟ ادروس الله يخليك، خلينا من خصوصي. معود يا خصوصي، انت لا بالمدرسة تقرأ ولا بالخصوص تقرأ؟ قول لك انت لا صديقي ولا اخي، كان صديقتي الجقارة. ثانيا اليوم انا عندي سهرة، فلا تخرب لي مزاجي، خلي لي مزاجي زين. دق جرس روح انتبه لدروسي. طبعا راجع لي من السهر دايخ مثل كل يوم من ورا ذول اصدقاء السوء اللي مرافقهم. ابو لا تشوي عشان مو لازم تسلم، انا كبير وهو الكبير يتصرف في تصرفات وينزل مستواه لهالدرجة. شفت السماء يا حبيبي، تعرف اليوم رحت لمدرستك؟ ما مداوم ومقطيها كلها ظروف. وين؟ وإذا درجاتك سيئة جدا، تفضل شوف نتيجتك. تفضل. كيف عملت؟ كيف؟ احترم نفسك واحترم أبوك. لا تلزم ايدي وترفع صوتك علي يا ابني، ترفع صوتك. يلا بسرجع. والله تزن كل كلامك وتغير، بس ارجع مره واحده بس. لا انا راح اوعدك راح اتغير واصير انسان مختلف كلش. وتوعدني تبدي بدايه جديده؟ نعم ابدي بدايه جديده كلش مختلفه. ما شاء الله عليك ابني، يلا الله يهديك. قوم حبيبي قوم غسل وجهك، وراك دوام المدرسه. قوم ابني. Thank you.
لك قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه حلمي جميل في خيالنا عذرا يا ابوي اخطأت ومو خوش درب سلت عذرا يا ابوي اخطأت ومو خوش درب سلت كل الجرالم ندعي والدنيا ضاقت علي خليني ارجع لك محتاج انا حجايتك خليني ارجع لك محتاج انا حجايتك التوبة ما ابتعد هالمرة اسمع وعد التوبة ما ابتعد هالمرة مني وعد غفرانك يا ربي تبت عذرا يا ابوي عذرا